الموضوع لما يتوزع داخل الحزب كان بعض الأشخاص اللي يصوروهم ويحطوهم في الريزو سوشيال ينشروهم. بالنسبة لنا هذا الاستعمال هو غير مقبول. أنا أريد أن كل واحد منا يفهم وحتى المجتمع كذلك يشاركنا في هذه العملية أخلقت القطاع. واليوم السنة اللي غادي جاية مع رحنا في 3G صباح 4G يبقى الجانب اللي هي مسؤولية شخصية، لابد أن نقوموا بهذه العملية التحسيس. هذه ماهوش لعب، هذا يمكن يكون فيه إجراء كذلك لدفع العدالة. بعض الأشخاص